يلا شو اسمك؟ احمد حسين السعود من سكان مدينة تدمر. ايه يا حسين، شو حسين الشاب اللي معك؟ حسين العقلة، شو وضعه هذا؟ كان مخبر لصالح الفرن الامن العسكري ايام مدير مكتب العميد ابو منان والعميد عبد الكريم حمداني. مخبر نظامي؟ كان مخبر. وشو ضر مين هني؟ ضر كثير من الثوار وبعد مشكلة السياسية. ضر كثير، مثل مين اللي ضر؟ حد ثوار و مينو؟ سمي أسامي مينو؟ مثل خالد صليبي. خالد صليبي وواحد لا بس تذكر اسمه، هي مشكلة سياسية كمان بعد مشكلة سياسية فترة. ايوه، وانتو يوم وقفتوا عند النقطة العسكرية شو نقطة شبيعة بشار، شو وقفوا هذا؟ وقف مع واحد اسمه البير اكثر من نص ساعة، بالساعة اخوان. البير شو مستريح؟ البير على حال دوار بخيتان مدينة. دوار بخيتان. ايوه. اسأل شو كنيتو البير ما بعرف، بس بعرف على الحواجز. لمين عم يساعد للحواجز؟ حواجز مين مساعد؟ حاجز بخيتان اكثر. حاجز بخيتان الثاني؟ هو على طريقه هاي. طريقه هو مخبر. اسامي الضباط اللي عنده؟ والله ما بعرف. شو هذا كله على انه علاقه فيها؟ والله يعني بالنسبه لاسامه الضباط هو امبارح ترى يوم مشي امبارح واليوم طلع معي بالسياره. أيوة. لانه ما في فورا انت كشفت انه مخبر وهلا. أيه. انت بدك ترجع لله ما عاد. انا والله بحياتي ما ضريت انسان. أيه. ما ضريت انسان. يلا. والله اللي احسن منه مني. مين اسامي المخبرين بتدمر؟ اعطيني بالواحد. واحد بيقولوا له عبود العزة، بس شو اسمه الحقيقي؟ اسامي كامله على السريع. يلا عبود العزة. عبود العزة سجل عندك. عبود العزة يلا. راكان عبد الله. راكان عبورة. راكان عبد الله. راكان عبورة. راكان عبورة. ان شاء الله واحد يكون غلط. راكان عبورة. ما بدنا نظلم حدا. يلا راكان عبورة. مين وين؟ واحد انقتل حد ولا ما في؟ ما في انقتل، الله لا يرده. يلا غيره. في نساء اثنتين من البريكات، واحده بيقولوا لها نورا وثانيه بيقولوا لها جوز الشوفة. جوز الشوفة. بريكات هذول. بريكات. اسامي ضباط من تدمر اللي عم تشبح؟ والله ما بعرف حدا. بعرف واحد على طريق درعا سولفولي اهل درعا قاتل ضابط من عندكم من تدمر ذبح لذبح على الاسترا كينيتو بيت سعيد، بس شو اسمه ما بعرف. بيت سعيد. ايه بس اسمه الحقيقي ما بعرف. مين خمد المزارات انتو؟ ما انتو اشكالك واشكالك. مين من مين من العشائر اللي عم تدمر اللي عم تساعد النظام؟ المحمور البريكات بريكات. اكثر شيء البريكات العمور الحديديين والحديديين، بس اكثر شيء البريكات. البريكات اكثر شيء. البريكات اكثر شيء. والحديديين بعد العمور وبعد عاد، بس البريكات يعني اكثر شيء وسخوا. شو صار عندك غير شيء؟ ترجع لها ربك انت. والله الحمد لله بحياتي ما ضريت انسان. واسال عني ما عليش هسه او بكره اذا بحياتي. ما عم تقول لي بتعرف سفيان؟